الله الرحمن الرحيم. النهاردة في السلايد أو في المحاضرة دي هنتكلم in general على الجهاز المناعي سواء كان الإيميت أو الأدابتف. Lecture outline innate and adaptive immune system. هنتكلم على circulation بتاع الإيميت سيلز اللي هي موجودة في كل خاصة في الأدابتف سيستم. وهنتكلم على تونر سيلكشن ثيري خصوصا برضو في الادابتيف سيستم. اوفيو بنقول ان الميو سيستم بيتكون من تو سب ديفيجن انيت اور نون سبيسيفيك ايميو سيستم. دي مهمه هنشوف في الفيتشرز اللي جايه الفرق بين الانيت والاكوايرد. الاكوايرد الاسم الاحلى هو احسن من الادابتيف. ليه اكوايرد؟ لان هو مكتسب اثناء حياة الإنسان أو سبيسيفيك عشان يميز الأدابتيف أو الأكوايرد عن الإنيت. كل سيستم بيتكون من سيلولر وهيومورال كومبوننت. سيلولر يعني خلايا، هيومورال يعني بروتين دايب في الدم. لكن هنشوف إن الإنيت إميونيتي بيتميز إن هو عنده أناتوميك component. الفيتشرز بتاعت الانيت اميونيتي ان هو الفيرست لاين اوف ديفنس، هو الاول في كل حاجه. فيرست لاين سينس بيرث، اول ما بيطلع بيبقى موجود من في اول حياه الانسان. ستارت اوف انفكشن، اول ما الاورجانيزم يدخل بيستقبله، يبقى هو الاول في كل حاجه. فيرست لاين اوف ديفنس سينس بيرث stop infection, but non-antigen specific. يعني ما عندوش antigen معين يتفاعل معه. Reacts equally to variety of organism. ما يقدرش ممكن يتفاعل مع أي ميكروب. Immediate in its action. ما بياخدش وقت. Not efficient. مش هيقدر يتخلص من الميكروب except in collaboration مع مين؟ مع الأدب. Does not increase the repeated exposure. بعكس الأدابتيف، يعني هو القوة اللي استقبل بها الباثوجين هي في الري اكسبوجر. No immunological memory، ما عندوش ذاكرة. الانيت اميونيتي زي ما قلنا في سيلولر وهيمورال، لا في كمان اناتوميك. الاناتوميك اللي هي السكين والميوكس ميمبرين بتاعنا هم بنعتبرهم انيت اميونيتي. وبعدين الهيمورال اللي هو الكومبلمنت، الحاجات السائلة في الدم، والسيلولر اللي هي الفاجوستيك سيلز مونوسايت ماكروفاج زي ما حضراتكم شايفين هنا قدامنا. عندنا الابيثيليال بارير والميوكوس ممبرين من فوق، وفي النص الفاجوستيك سيلز الدنتريتك سيلز اللي هي الخلايا. برضو الناتشورال كيلر سيلز دي عبارة عن ليمفوسايتس كلهم في القاع هنلاقي hours انهم بيتعاملوا immediate at start of infection zero time 6 hours and 12 hours. الادابتيف immunity عكسها دي second line of defense، تاخد وقت. نقول انها effort protection against re-exposure to the same pathogen، ما تقدرش تتعامل غير مع pathogen واحد، ولما يرجع تاني هذا الباثوجين تتعامل معه. Require some time to react to an invading organism. تاخد وقت، يبقى مش hours، لا تاخد days عشان تتعامل مع الأورجانيزم. ازاي؟ هيبقى في collaboration زي ما قلنا بين الانيت. الادابتف characterized by four major properties. ان هو inducible، هو الفورين انتيجين هو اللي بيعمل له induction او هو اللي بيعمل له activation، مش التيشو انتيجين بتاع البودي. نمرة اثنين، الانتيجين سبيسيفيك، ده هو كل خلية من البي سيلز أو التي سيلز خلية واحدة بس هي سبيسيفيك لانتيجين واحد بس، يبقى only with the organism that induce the response بتاعت البي سيلز أو التي سيلز. الديمونستريت immunological memory، يعني لو حصل exposure ري اكسبوجر نفس الأورجانيزم هم هيتعاملوا معاه بس in a rapid way، مش هياخدوا 10 أيام مثلا، هياخدوا أيام أقل. Non-responsible زي ما قلنا to self-antigen بتاع. طيب هنيجي نقول إن الأدابتيف can persist for how many times for many years.
الديفلوبمنت بيقول بتاعت الأكواد ما بتروحش للأوفسبرينج بتاعت الإنسان. طيب اللي هم التي والبي سيلز، أو ممكن نقول عليهم النايف بي والنايف تي، اللي هم لم يتعرضوا للأنتيجين. أول ما يتعرضوا للأنتيجين بيبقوا زي ما حضرتك شايف في النص، بيحصل لهم اكتيفيشن فنسميهم لينفو بلاست، وبعد كده بيتحور اللينفو بلاست بتاع البي سيلز الى بلازما سيلز ويعملوا انتي بودي زي ما حضرتك شايف. لكن تحت النايف تي سيلز بتتحول برضه، بتبقى اكتيفيتد وبتتحول لافكتور تي سيلز. زي ما انت شايف في قاع السلايدز بنقول ان في دايز، ما بنحسبهاش بالاورز، بالدايز، 1 داي 3 دايز 5 دايز او 10 دايز ايفن. يبقى الانيت اميونيتي نراجع مع بعض، الاناتوميكال بارير اللي هي السكين ميكوس ممبرين، السيلولر اللي هي الفاجوسيتيك سيلز والناتشورال كيلر سيلز، الهيومورال اللي هي الانتي مايكروبيال بروتينز او الانفلاميشن، بالنسبه للادابتيف نقول اللي هي الانتي بوديز، الانتي بوديز اللي هي بتطلع من دي سيلز، والسيلولر اللي هي الخلايا بقى دي التي سيلز دي هتبقى المايسترو بتاعت الخلايا كلها، هي اللي بتشغل الخلايا كلها. يبقى عندنا انيت وادابتيف ديفرنت. طيب الكومباريزن بتاعتهم بنقول ان امتى بتحصل، احنا قلنا انيت ده الفيرست في كل حاجه، ابيرنس سينس بيرث، ايميديت ان اونست، لكن الاكواد بيقول افتر اكسبوجر، يعني ابيرنس لازم يحصل له اكسبوجر. يبقى في اكواد مكتسب مش موجود سينس بيرث. السبيسيفيك سبيسيفيك هو لاورجانيزم معين، تي سيلز لاورجانيزم معين، ما تقدرش، او تي سيلز لاورجانيزم معين ما تقدرش تتفاعل مع اورجانيزم تاني. الانست في الاكواد ديليد، لكن الانيت بنبقى انيت. الميموري ما فيش في الانيت ميموري، لكن الاكواد في ميموري. افيشنت الافيشنسي انيت less than الاكواد اللي هي الهاي والبوتنت اللي هي هتخلص لنا من ال. بالنسبة للفيتشر الاناتوميك ما عندوش اناتوميك، اللي هو بالنسبة للإنيت عندنا سكين والميوكس ميمبرين، اللايزوزايم الانترفيرون، التمبريتشر درجة الحرارة، الفيفر لما بتحصل عندنا فيفر، او البي اتش اللي هي الاسيدك بتاعة الستومك، كل الحاجات دي بنعتبرها اناتوميك اند كيميكال بارير. لكن بالنسبة للاكواد بنقول عندنا اللي هم الليف نودز والسبلين والميوكوزال اسوسييتد فور تيشو، هنتكلم عليهم دلوقتي. بالنسبه للهيمورال عندنا الكومبلمنت، ده مثل كبير قوي في الانيت، والانتي بودي الاجسام المناعيه في الاكواد، السيلز اللي هي فاجوسيتيك سيلز والناتشورال كيلر سيلز، مع الناتشورال كيلر سيلز دي نيمفوسايت لكن بتندرج تحت الانيت اميونيتي. الاكواد عندنا التي وايه والبي زي ما حضرتك شايف في الصوره، عندنا ادابتيف وانيت اميونيتي على اليمين. Again specific pathogen، خلي بالك من كلمة specific اللي هي الأدابتف، لما نيجي نتكلم على الأدابتف نتكلم على الـ specific. يبقى عندنا هنا هو again specific antibody، لكن هنا non specific against أي foreign body بيدخل بيتعامل معاه. الـ defense في الـ اللي موجود في البلاد اللي هي الأجسام المناعية اللي هي الـ B cells antibodies، لكن هنا ديفنس في التي سيلز دي خلايا هتشغل الخلايا بتاعت الجسم كلها. هنا بيحصل في الانيت بيقتل البكتيريا بس ما عندوش ميموري زي ما قلنا، واي بكتيريا اي حاجه بيجي بيبقى في فيرست اتاك، احنا قلنا هو الاول كل حاجه. طيب تعالوا بينا دلوقتي هنشوف ازاي في انتر اكشن بين الانيت والادابتيف، هما بيتعاونوا مع بعض عشان يتخلصوا من الميكروب. انتر اكت اند ويز اند اوبموت ايتش اذر ثرو مين السوليبل سبستنس اللي هي الانتي بودي والكومبلمنت. الانتي بودي ده اللي هو الادابتيف او الاكواد، والكومبلمنت اللي هو الانيت، والسيتوكاينز دي اللغه التي تتفاهم الخلايا بعضها ببعض، ودي لها شابتر لوحدها. الفاجوسيتيك سيلز بتعمل ايه؟ اول ما تلاقي الاورجانيزم بتاخده تهضمه تعمل له بتكسره،
بتبريزنت الانتيجين زي الجرثوم بالظبط، بتبريزنت الانتيجين لمين؟ للسبيسيفيك تي سيلز. احنا هنقول ان التي سيلز دي هي المايسترو بتاعت الخلايا كلها اللي في الجسم في الجهاز المناعي، اللي هي بتشغل كل الخلايا بتاعت الجسم. اذا اول ما بيدخل الميكروب قلنا الفيرست اللي هو الانيت، الانيت متمثله سيلولر في الفاجوتيك سيلز، بتحصل له ايه؟ بيعمل ديجراديشن للانتيجين، بيكسره وبعدين بيقدمه لمين؟ للسبيسيفيك تي سيلز. الماكروفاج نفس الحكايه برضو، بيدخل بيكسره ومش كده وبس، بتفرز سايتوكاين. السايتوكاين هي اللغه التي يتفاهم بها السيلز الخلايا بعضها البعض. تعمل ايه السايتوكاينز دي؟ بتنيشيت سبيسيفيك immune response، بتاكتيفيت التي سيلز، بتقول لها خلي بالك ده في انتيجين دخل. التي لينفوسايت بتاخد بالها، يبقى انهاس باي الماكروفاج. هي كمان بتطلع سايتوكاينز عشان ايه؟ عشان تنهاز الاكتيفيتي للفاجوستيك سيلز. اذا في هنا ده فاجوستيك سيلز بيدي او بينبه الادابتيف ميوتي ان في حصل ان في فورين بودي دخل، وبعدين في نفس الوقت بيفرز له سايتوكاينز عشان يعمل له اكتيفيشن وينبهه. بيرد عليه تي لينفوسايت ان هو برضو بيفرز له سايتوكاينز عشان يقول له كسر اكتر، او مايكروبايسايدال اكتيفيتي، يعني ان هو اقتل اكتر واكتر من الميكروبات. يبقى التي لينفوسايت هو اللي بيشجع الفاجوستيك سيلز انها تكسر اكتر واكتر الفورين بودي. انتي بوديز هتطلع بعد ايام، دي بتباينز تو باثوجين، اكتيفيت طبعا اكتيفيت ذا كومبلمنت سيستم تو دستروي ات. يعني بص تلاقي الكومبلمنت انتي بودي والانتيجين ماسكين في بعض، بتعمل لهم اكتيفيشن للكومبلمنت، ودي هناخدها في الكلاسيك باثوي للكومبلمنت. او اسيست فاجوسايتوزس، ده هي ويل هيلب حاجه اسمها فاجوسايت اوبسونايزيشن، هنتكلم عليها بعد كده. يبقى الانتي بوديز دي تتدخل انها بتتعاون مع الكومبلمنت اللي هو الانيت انها بتعمل له اكتيفيشن. ازاي؟ هنشوف ان شاء الله في المستقبل، اللي هي بتعمل كلاسيكال باثوي الاسيست فاجوسايتوزس، اللي هي بتجيب الاورجانيزم لغايه الخليه الفاجوستيك سيلز، لانها الخليه الفاجوستيك سيلز عندها ريسبتورز للانتي بودي للاف سي بورشن، فبتقرب الانتيجين للفاجوستيك سيلز، فيبقى سهل على الفاجوستيك سيلز ان هو يلتهم. هنا الاكوارد والانيت اميونيتي، التي دورها انها دث of body cells that are infected with virus or otherwise damaged cells، ده في الأسفل. وأسفل حاجة اللي هو البي سيلز، اللي هي بتطلع الأنتي بودي خلاصتها وبتشجع الكلاسيكال باثوي، وهي برضو اللي بتشجع التخلص من الفاجوستيك سيلز باي اوسبونايزيشن. بالنسبة للإنيت عندنا اللي هو الفيزيكال بارير أو الأنتوميكال بارير، أو الكومبلمنت اللي هو بنعتبره هيومورال، أو في النص الفاجوستيك. ادي الانيت اميونيتي، وادي الاكوارد، ادي التعاون اللي بين الدندريتك سيلز اللي على الشمال والتي سيلز، انهم بيتعاونوا. شايفين الارقام سي دي 28 وسي تي ال اي 4 وحاجات كتير قوي، دي عباره عن سايتوكاينز اللي بيكلموا بعض بينهم، وازاي بيحصل برزنتيشن للاورجانيزم اللي هو لونه ازرق ده اللي في النص بالخلايا، وازاي التي سيلز بتبقى اكتيفيتد وبعدين بترد بالسايتوكاينز عشان تعمل اكتيفيشن اكتر للدندريتك سيلز الدي سي او الماكروفاج او وات ايفر الفاجوستيك سيلز اللي موجود. هنا زي ما حضرتك شايف، ادي الانتيجين لونه براون فوق على السلايد الشمال، بيستقبله مين؟ بيستقبله الاميونوجلوبولين جي اذا كان في سابق معرفه ريكسبوجر، أو complement the immediate. طيب هما الاثنين سواء في immunoglobulin أو complement عندهم مين؟ عندهم تحت receptors على الفاكوستيك سيلز، يعني تستقبلهم الفاكوستيك سيلز. عندهم receptor FC portion بتاع IgE، يعني FC portion هنعرفها في الشابتر بتاعت immunoglobulin،
وبرضه الكومبلمنت عنده ريسبتور، يبقى بيقربوا الانتيجين الثالثة عشان ثالثة. زي برضه هنا الانيت اميونيتي ازاي بيلعب دور مع الادابتيف اميونيتي، تعاون وثيق بين الانيت اميونيتي والادابتيف اميونيتي. في الوسط بنلاقي الناتشرال كيلر سيلز، دي الناتشرال دي ليمفوسايت، بتختلف عن الماست سيلز والدنتريك سيلز انها ليمفوسايت. برضه نفس الحكايه، في علاقه وثيقه بين الادابتيف والانيت. نفس الحكايه ان الانيت اميونيتي ان اورز والادابتيف ان دايز، وبيبقى فيه تعاون وثيق بين عن طريق السيتوكاينز. شايفين حضراتكم في أول سهم انترفيرون جاما، في آخر سهم انترلوكين 4، مين اللي بيفرزهم؟ الإنيت سيلز أو الإنيت إميون سيستم. برضو في نفس الوقت في أول ما بيحصل لها أكتيفيشن برضو بيحصل، هي في الآخر بتفرز السيلولر اللي هي الأدابتيف أو الأكوارد، بتفرز برضو سيتوكاينز، تعمل أكتيفيشن لمين؟ للأي بي سي، الأي بي سي اللي هي الهيبوستيك سيلز عشان تتخلص من All cells of the immune system have their origin in the bone marrow. كل الخلايا اللي احنا اتكلمنا عنها بتيجي من البون مارو. الميلويد سيلز دي اللي هي النيتروفيل باسوفيل ايسينوفيل ماكروفاج اندوثيليك سيلز، دي الميلويد بروجينيتور سيلز، بتبقى هي اللي هي المصدر بتاع كل الخلايا دي. الليمفويد سيلز هي اللي بتعمل البي والتي والناتشرال كيلر، ونقول lymphoid progenitor stem cells. The origin بتاع immune cells هنقولها تاني، الميلويد سيلز بتدي في الاخر الجرانيولوسايت والمونوسايت على الشمال، الليمفويد سيلز هتدي التي والبي والناتشرال كيلر. الناتشرال كيلر برضو بحب انبهكم انها تبع الانيت immune system. الـ T lymphocytes بنقول إنها بتريبريزنت 75% من الـ peripheral blood lymphocytes، هي الـ dominant، وهنشوف قد إيه الـ T lymphocytes بتتحكم في كل الخلايا. الـ T cell development إنها بتطلع من الـ bone marrow وتروح migrate للـ thymus، عشان كده أول حرف في كلمة thymus T، عشان كده سميناها T cells. بيحصل إيه بقى في thymus؟ differentiate into two distinct types، اللي هم ال CD4 أو cluster of designation، CD يعني cluster of designation يعني مجموعة الخلايا اللي عندها علامة 4 CD4 plus، دي بنسميها T helper، دي هي دي اللي هتهلب all other cells في عملها. CD8 بنسميها pre-cytotoxic T cells، لغاية دلوقتي هي مش mature، أمال مين اللي هيعمل لها maturation؟ CD4. يبقى letter T is given for أول حرف في كلمة thymus هو T. Cluster of designation اللي هي abbreviation لـ CD abbreviation لها. Subpopulation بنقول طبعا مين يا ترى الأقوى أو الأكثر ريشيو، الهيلبر ولا السيتوتوكسيك؟ لا الهيلبر اللي هو 2-1. الليمفوسايت أهي زي ما احنا شايفين، T ليمفوسايت تاني أهي، دي بتبقى موجودة فين؟ ventral to trachea and superior to the heart. البي لينفوسايت بتمثل 10% من peripheral blood بس، وبنقول انها بتماتيور في البونر، يعني هي بتطلع من البونر وتماتيور في البونر. تي and بي سيلز، بي لينفوسايت الاكتيفيت بي سيلز دي بتطلع، الاورجانيزم بيعمل لها اكتيفيشن للبي سيلز، تتحول الى ليمفوبلاست، والليمفوبلاست بروليفريت وتعمل لي بلازما سيلز. ايه البلازما سيلز دي؟ هي مصنع للايمونوجلوبولين اللي هنتكلم عليها في شابترز بعد كده، بتبقى موجوده على الخلايا بتاعت البلازما سيلز، وموجوده كمان زي ما حضرتك شايف. ناتشورال كيلر سيلز دي بتطلع برضو من البون مارو، بتماتوريت في البون مارو، بنقول لها بنقول انها لارج سيلز، وبنقول انها نون سبيسيفيك، بتتعامل مع الفيروس والتيومر سيلز، هي متخصصه في الفيروس انفكتد سيلز، بتتخلص من الفيروس وتتخلص من التيومر سيلز. مين زيها؟ اللي هي السيتوتوكسيك تي سيلز اللي بتبقى اكتيفيتد بالتي هيلبر،
سيتوتوكسيك او سي دي 8 برضو اخصائيه للفيروس والتيومر سيلز. يبقى احنا عندنا في الانيت مين الاخصائي للفيروس والتيومر سيلز؟ هي الناتشورال كيلر. وفي الاكوايرد مين الاخصائي للفيروس والتيومر سيلز؟ هو السي دي 8. يبقى السي دي 8 كيل انفكت سيلز ان سيميلر مانر اس سيتوتوكسيك تي سيلز. يعني هم اخوات، واحد في الانيت واحد في الادب. ده الكيس اوف ديث للناتشورال كيلر، بتدي قبلة الموت للفيرال انفكشن. الليمفويد اورجانز بنقول ان احنا عندنا تو تايبس اوف اورجانز، البرايمري والسكندري. They are organized and الليمفوسايت تدخله عشان to mature and interact. عندنا البرايمري ليمفوسايتس الليمفويد اورجانز اللي هم البون مارو والثايموس، والسكندري هنتكلم زي ما حضرتك شايف ده distribution of الاثنين اللي هو primary والsecondary، سواء كان الثايموس سواء كان البون مارو او الليمفونوز اللي هو secondary part patches and so on. طيب تعالوا بينا نتكلم على primary اللي هو طالع منه الخلايا اللي هو البون مارو. بون مارو بيروح الماتيور بون مارو، اول حرف من البون مارو بي، يبقى البي سيلز migrate to and mature in the thymus cells. يبقى الخلايا اللي هي الليمفوسايتس بتطلع من البون مارو تروح للبون مارو تاكتيفيت اللي هي البي سيلز، ومايجريت تو اند ماتيور ان ذا ثايموس، اول حرف ثايموس تي، يبقى ايه التي. البرايمري بون مارو اند ثايموس ار تيرن برايمري ان بون مارو، اول حرف من البون مارو بي، يبقى نسميها بي سيل. ثايموس تي زي ما حضرتك شايف البون مارو بيطلع الخلايا يروح للثايموس وبيطلع البي سيلز، بتبقى بلازما سيلز اند ميموري سيلز. سكندري ليمفويدز اللي هم الانتيجين الليمفوسايت النايف ليمفوسايت تتقابل مع الانتيجين لاول مره، يبقى اول ما تتقابل مع الانتيجين بتاكتيفيت هذه الخلايا النايف. They include lymph nodes, spleen, والميوكوزال اسوسييتد ليمفويد تيشو. الليمفنوز دي عندها كورتكس are found in the follicle of the cortex اللي هي البي سيلز. باراكورتيكال تي سيلز. طب الليمفنوز in general لما نقول الليمفنوز غنية في ايه؟ غنية في تي سيلز. غنية في تي سيلز rich in T زي ما حضرتك في الباراكورتيكال زون. طيب تعالوا بينا السبلين. السبلين بيبقى غني في ايه؟ غني في البي سيلز. The white part possess T cells in the periorteria and surrounded by B cells. هو غني بالبي سيلز. السبلين غني بالبي سيلز اللي بتطلع لنا الانتيبودي. ادي الوايت بالب اللي هي فيها الخلايا الليمفوسايت. سكندري ليمفويد اللي هي جت اسوسييتد اللي هي التونسلز والادينويدز والباير باتشز والابندكس، كل دي بنعتبرها جت اسوسييتد ليمفويد تيشو. وكمان عندنا البرونكيال اسوسييتد ليمفويد تيشو اللي هي موجوده فين؟ في الريسبيرتوري سيستم. كل الحاجات دي يتقابل فيها الانتيجين مع الليمفوسايت. يبقى هنا عندنا البون مارو بتطلع البي وبتماتيور البي، والبون مارو بتطلع التي بس بيماتيور الثايموس. ريسيركليشن بتقول انها الليمفوسايت قاعده تمشي من البلاد للليمفاتكس للبلاد بتدور على الانتيجين بتاعها. يبقى الانتيجين are drained from site of infection عن طريق الليمفاتكس وتروح للليمفويد اورجانز وتتقابل لاول مره في حياتها مع النايف بي انتي ليمفوسايت. النايف والبي دي ليمفوسايت undergo changing انها ليمفوبلاست وبروليفريت، بقى اول اكتيفيت تو بيكام ليمفوبلاست بروليفريت وبعدين بتديفرنشيت لافكتور سيلز او خلايا فعاله. Activated ليمفوسايت الخلايا الفعالة بتروح تجري للبلاد وتدور على الانتيجين أو سايت اوف انفكشن عشان تعمل لها إليمينيشن، لكن بعد عملية الإليمينيشن هي بتموت لكن بتفضل معاها الميموري. الميموري سيلز دي these are ليمفوسايت remain after elimination. ليه؟ دي بتضمن إيه؟ أولا بتضمن إن لما يحصل ري اكسبوجر بيبقى فيه رابيد interaction، يبقى في potent أعلى من ال response الأولاني، يبقى ensure rapid and potent response on repeated exposure. دي أهمية الميموري سيلز
في الـ adaptive أو الـ acquired immune system. Clonal selection. Clonal selection theory يعني إيه؟ يعني هو الليمفوسايت بتختار الانتيجين بتاعها واحد بس، يبقى هي في سبيسيفيتي هنا، يبقى الواحد بس هو الاسينشال فور اكتيفيتي. يبقى هنا زي ما حضرتك شايف. طيب والبروليفريشن اللي يحصل بروليفريشن للخلايا الافكتور سيلز دي برضو بتحمل نفس الريسبتور سبيسيفيتي، يبقى مفيش تغيير، هو سبيسيفيك لانتيجين 1، يبقى كل البروجني بتاعت البي او التي تبقى سبيسيفيك لنفس ال only one type of receptors. يبقى each clone of lymphocyte is monospecific. دي هنوضحها في المستقبل. following activation بيحصل ايه؟ clonal progeny بيحصل. يعني ايه clonal accumulation of cells؟ clonal progeny maintain the same specificity، عشان كده بنسمي ال maintain specificity clonal integrity. زي ما حضرتك شايف قدامنا هنا بنلاقي ان في انتيجين اخضر، انتيجين احمر، انتيجين ازرق، انتيجين اصفر، كل دول انتيجين. طب البي ليمفوسايت هتختار انهي؟ هتختار الاحمر. طب والاخضر والازرق؟ لا، دول عندهم بي سيلز ثانيه ملهمش دعوه بيها. هيحصل ايه للخلايا؟ قلنا هيحصل لها اكتيفيشن لانها نايف، هيحصل لها بروليفريشن، وبعدين هتتحول تطلع مثلا اذا كانت دي هتطلع انتي بودي مثلا، واذا كانت دي هتبقى افكتور سيلز افكتور ميموري، وبعدين يبقى يفضل لنا ايه في الاخر؟ يفضل لنا الميموري سيلز. الفيديو ده بيعلمنا ازاي الستام سيلز 1 و 2 3 ادي طلعت الايمونوجلوبولين بتاعتها اهو، وبعدين ادي بي سيل 1 و 2. هنا الفيروس دخل اول ما راح لبي سيل 1 ما ركبش فيها، بي سيل 2 ركب فيها. اذا هو هيحصل ايه؟ اكتيفيشن اوف بي سيل 2 بس، وبي سيل 2 هتتفاعل مع هذا الفيروس بس. يبقى هنا زي ما حضرتك شايف ان البي سيلز حصل لها بروليفريشن وطلعت ايه؟ تحولت لبلازما سيلز، والبلازما سيلز هتطلع ايه؟ الميونوجلوبولين لهذا الفيروس. لكن البي سيلز 1 و 3 خلاص ماتوا، ما لهمش دعوه بهذا الفيروس. وليه؟ لان الميونوجلوبولين اللي هتيجي هتتفاعل مع الفيروس عشان تعمل له اليمينيشن. الكلونال سيلكشن ثيوري، يبقى احنا عملنا سيلكشن لمين؟ سيلكشن للبي سيلز اللي هي سبيسيفيك للانتيجين. clonal selection theory is applied to all types of lymphocytes of antigen B or T. Thank you very much.